السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة جمال وكيما عملك. كما تعودتم معايا اي حاجة اللي هي جديدة بالكروشي سهلة وبسيطة ان شاء الله باذن الله غادي تلقاوها عندي. اليوم غندير لكم واحد الحبيك من نوع جديد، واحد الحبيك اللي هو شبيه بالراندا، تقدروا تخدموا فوق منه اي زواقة انتم يا بغيتوها، شي حاجة اللي هي خفيفة سامبل وزوينة. نبدأ ان شاء الله طريقة ديال الخدمة ديالنا. عندنا هنايا الحرير، الحرير دائما من الكسبة مباشرة على 4 ديال الشعرات كما كتشوفوا، وغنحتاجو مقص، وغادي نحتاجو دائما الكروشي النمرة 12 والقاع اللي فاش كنخدمو دائما. دابا غنشدو هاد الفتلة هادي ديال الخيط، نحزمو في الثوب، نحاولو نقادو الخيط غير بشوية، غنحزمو هنايا في الثوب على هذا الشكل هذا. نتوما دائما اللي تعودتو كتشوفوني عارفينني بانني انا دائما ما كنحزم الخيط، ما نقدرش نبدا الخدمه بلا ما نحزم الخيط ديالي، اولا باش كنتفادى بانه يتسرب ليا، وثانيا باش كنخدم فراحتي. دابا انتبهوا باش تعرفوا الطريقه كيفاش تنحبك. فوق الحزمه دائما كنعاودو نديرو غرزه حشو، غنديرو وحدها ملي درنا غرزه حشو عفوا غنزيدو وحدها عاوتاني غرزه حشو على هذا الشكل هذا. دابا غنديرو واحد السلسله وغادي نعاودو نديرو غرزه حشو. ملي درنا دابا غرزه حشو، ملي درنا غرزه حشو غنرجعو في هذا الفراغ هذا، هذا اللي كيكون في الخلف، وغادي نديرو فيه غرزة حشو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نعاودو نديرو عاوتاني غرزة حشو على هذا الشكل هذا، وفي هذا الفراغ هذا نرجعو في الفراغ الخلف كما كتشوفوا، وغادي نجبدو الخيط ديالنا وغادي نديرو غرزة حشو على هذا الشكل هذا. عاوتاني غنديرو غرزة حشو في الثوب على هذا الشكل هذا، وغنرجعو هنايا في الخلف، غنرجعو هنا في الخلف وغادي نديرو غرزة حشو. هاد الحبيك هذا كيجي شبيه بالراندا، ما يمكنش تقولوا بانه كروشي نهائيا، كما كتشوفوا ها هو غرزة حشو عادية، وكنرجعو موراها ما بين غرزة حشو وغرزة حشو في الفراغ، في هذاك الفراغ كنديرو فيه غرزة حشو. غنعاودو عاوتاني واحد غرزة حشو في الثوب، ونرجعو في الفراغ الثاني غادي نديرو فيه غرزة حشو في الفراغ دائما. كملنا دابا درنا غرزة حشو في الفراغ، نديرو غرزة حشو في الثوب. احنا درنا غرزة حشو في الثوب، غنرجعو هنا للخلف في الفراغ، ما كنشدوش الخدمة ديالنا، وكنديرو عاوتاني غرزة حشو، عاوتاني غنديرو غرزة حشو في الثوب على هذا الشكل هذا، وغنرجعو هنا في الخلف وغادي نديرو غرزة حشو على هذا الشكل هذا. عاوتاني غادي نشدو في الثوب غرزة حشو. تبعوا معايا غير بشويه غادي نتوما غتفهموا الطريقه باش كنحبك هذا الحبيك هذا. كما قلت لكم هذا الحبيك شكل جديد، ها نتوما غرزة حشو في الثوب على هذا الشكل هذا، ونرجعو في الظهر ديال غرزة حشو في الثوب، في داك الفراغ كنديرو غرزة حشو، غرزة حشو عاوتاني في الثوب، ونرجعو دائما للخلف وغادي نديرو غرزة حشو، عاوتاني غرزة حشو في الثوب على هذا الشكل هذا، ونرجعو للخلف ونديرو غرزة حشو. هنا الا لاحظتوا ملي كنديروا هذيك غرزه حشو هنا راه كيبقى لينا شويه ديال الفراغ، بحال هذيك غرزه حشو اللي كنديروا في الفوق كنخليو القياس ديالها هنا في الثوب، كيبقى لينا واحد شويه الفراغ، كيجي الشكل ديالها منظم وزوين وخفيفه ومتيوله في نفس الوقت. نعاودو عاوتاني غرزه حشو في الثوب ديالنا على هذا الشكل هذا، ونديروا هنايا غرزه حشو دائما هنايا في الخلف، عاوتاني غرزة حشو هنا في الثوب، ونرجعو هنايا في الظهر ودرنا غرزة حشو.
هذا هو الشكل ديالو. غتبقاو غاديين وانتم مستمرين بحال الطريقه حتى كتحبكوا الثوب ديالكم كامل. كما شفتوا هذا هو الشكل ديال الحبيك ديالنا، كيجي الشكل ديالو جميل بزاف. دائما كنديروا غرزه حشو في الثوب، وكنديروا غرزه حشو هنا في الخلف، عاوتاني غرزه حشو في الثوب، وغرزه مر غرزه حشو هنا في الفراغ. صافي دابا غنختموها بغرزه حشو في الثوب، وغادي نقطعوا الخيط ديالنا. ملي كنجيو هنا نقطعوا الخيط ديالنا كنديروا بحال غنديروا سلسله، وكنجيبوا المقص وكنقطعوا هذا الزائد هذا. صافي وكنجبدوا الغرزه ديالنا. هذا هو الشكل ديال الحبيك ديالنا، الشكل ديالو رائع رائع كما كتشوفوا من هنايا. حبيك بطريقه جديده اولا بشكل جديد. كنتمنى هذا الحبيك هذا توليو تعتمدوه في الخدمه ديالكم. الا لاحظتوه في الظهر ما كيبانش نهائيا بانه كروشي، كيجي محبوك على شكل راندا كيما شفتوا. ما يمكنش تقولوا بانه كروشي، هذا اللي شافوه يقول راه راندا، انا متاكده. كنتمنى هذه الطريقه ديال الحبيك ديالي ان شاء الله تنال اعجابكم، وتعتمدوها ان شاء الله من القدام في الموديلات ديالكم. ما تنساوش الرقم الواتساب ديالي راه في صندوق الوصف، واشتركوا في المجموعه ديالنا في الفيسبوك توصلوا بالجديد قبل ما نحطوه في اليوتيوب.